في قصة يوسف الهم الذي وقع له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو هم قلبي، كتب الله عز وجل له بهذا الهم لما صرف ذهنه عن ذلك كتب الله عز وجل له بها حسنة، ولو كان واقعا منه شيء لذكر الله عز وجل توبته، وإنما جل وعلا ذكر الهم ولم يذكر التوبة، وما ذكر في التفاسير من أنه خلع سراويله وأنه نظر إلى أبيه وما شابه ذلك مما جرى في بعض كتب التفاسير من أنه جلس بين فخذيها، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من نقل صحيح ولا يجوز مثل هذا.